مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بليس تي ان. اليوم مريم بالمامي ماهيش باش تسلم في القضيه نتاعها، واليوم رسالتها كانت واضحه في احد الاذاعات. قالت مريم بالمامي: اتصل بيا سمير الوافي واعتذر وقال ذاك راهو صوتي وحكيت انا شخصيا، لكن تسرب الفيديو في الفتره الاخرى. واللي اكدت مريم بالمامي قالت ماهيش باش نسامح سمير الوافي، وزاد الابحاث اكتشفت انه على شابي بعد ما كر انه تاكدوا انه صوته هذاك، وعلى الشاب ينكر لكن التهمه مثبوت عليه. واللي اكدت ماني بالمام وقالت على الشاب مانيش باش نسيبه، وسمير الوافي زاد مانيش باش نسامحه خاطر ورايا عائله ورايا صغاري وراجلي. وبالنسبه لحكايه لاك دو اللي نمشي عليها ياسر ونجي، وحب سمير الوافي يفضحني، وعلى الشاب قال باش يخدم خدمه وباش يعرف شنو الحكايه وباش يفضحها معنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا شيء عيب كبير ياسر وما يجيش من اعلامي كيما على الشاب وسمير الوافي. الحكايه فسرتها مريم بالمامي، قالت صديقتي تعيش في لاك دو بعد البحيره، وكنت نمشي ياسر انا وصغاري وراجلي ولا حتى وحدي عادي جدا، صديقتي ديما نمشي عليها ونجي ما ثم حتى مشكل، لكن هما ما نعرفشنا وحاب يوصلوا للمجتمع، يحبوا يفزوا اخلاق المجتمع ويحبوا يشوهوا صوره العباد. كما قلت لكم هذه رساله ماني بالمامي، وقالت مانيش باش نسامح حتى انسان خاطر جبدوا لي شرفي وعرضي ويحبوا يفضحوني. نتمنى من مريم بالمامي معناها تسامح على الشابي وسمير الوافي، وما تنسوش تعطوني رايكم في اسفل الفيديو، تسامح ولا ما تسامحش. راكم نكون وصلنا لنهايه الموضوع.